تحقيق سكن ملائم للمواطن الإفريقي والاستفادة من تجربة الجزائر التي تولي عناية خاصة بالمشاريع السكنية هو موضوع الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا شيلتر إفريقيا. بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تم تقليص العجز المسجل في مجال السكن والقضاء على السكن الهش بشكل ملموس، حيث أن تجسيد كل هذه البرامج مكن من تحسين الإطار المعيشي للمواطن لا سيما العائلات القاطنة بالمباني الآيلة للانهيار، وكذا بالأحياء القصديرية حيث تم إعادة إسكان 40188 عائلة، كما تم رصد أغلفة مالية جد معتبرة خصصت لهذا البرنامج تقدر بأكثر من 140 مليار دينار جزائري، أي 1.02 مليار دولار أمريكي. الندوة الدولية التي شهدت مشاركة واسعة للفاعلين الأفارقة في مجال السكن كانت مناسبة للتأكيد على ضرورة الاستفادة من خبرة الجزائر المشهود لها في المجال، ففي سنة 2022 تم توزيع 400 ألف وحدة سكنية و265 تجهيزا عمومي، مشاريع أنجزت بمواد جزائرية 100%. Qui était impressionnant et très intéressant. Même depuis l'avion, en fait, on pouvait voir un peu comment le développement urbain s'exécute dans le pays. Et nous pensons qu'il y a de bonnes pratiques et de bons exemples à suivre pour essayer de partager cette expérience avec les autres pays dans le cadre de l'intégration africaine et de l'échange des expériences entre les différents pays. C'est une expérience très riche. Que nous avons vraiment envie d'écouter et pour voir dans quelle mesure nous pouvons aussi transborder avec peut-être en tenant compte de nos réalités vers nos pays africains. ومن بين أهم مخرجات لقاء الجزائر تحويل مؤسسة شيلتر إفريقيا إلى بنك إفريقي للسكن يعنى بتطوير قطاع السكن خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة السمراء.